أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى بقلبه، فما المراد بالرؤية القلبية؟ ولماذا صار السلف إلى هذا التوجيه وقد ورد النص عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرى ربه عز وجل؟ الرؤية القلبية معناها العلم، الرؤية القلبية معناها العلم واليقين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية بالإجماع، أما أنه رآه بعينه فهذا محل خلاف، والجمهور وهو الصحيح على أنه لم يره بعينه، لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا، وإنما رؤية الله تكون في الآخرة، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ففي الدنيا لا أحد يرى الله في اليقظة، أما أنه قد يراه في الرؤيا هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما اليقظة فلا أحد يرى الله في الدنيا، لا الرسول ولا غيره، هذا هو الصحيح. نعم.